كما جدد عدد من أعضاء السلطة التشريعية التأكيد على أن ميثاق العمل الوطني أحدث نقلة نوعية تاريخية تحققت من خلاله الكثير من المنجزات، ومنها التحول الديمقراطي وأعادت صياغة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على نحو جعل من المملكة رائدة خليجيا وعربيا ودوليا. ما في شك أن ذكرى يوم ميثاق العمل الوطني هي مناسبة عزيزة خصوصا على الشباب، لأن أكد يوم ميثاق العمل الوطني على مجموعة من الحقوق والحريات التي ساهمت بشكل فعال على مستوى مملكة البحرين محليا أم إقليميا، فبالتالي هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا لأن أرست الدواعم الدستورية والقانونية لمملكة البحرين. على سبيل المثال اليوم لدينا المؤسسة التشريعية بغرفتين الشورى والنواب، في المجال القضائي في المحكمة الدستورية والنيابة العامة، في المجال الإداري والمالي في مسألة الديوان الرغابة المالية. فأنا أعتقد هذه المؤسسات تساهم بشكل فعال إلى مملكة البحرين، وسوف نحافظ عليها كشباب. بمناسبة يوم الميثاق، يوم عظيم في تاريخ البحرين، يوم تاريخي، يوم التقت إرادة الشعب والقائد، والتف الشعب حول قيادته في ترسيخ هذا اليوم العظيم. فبهذه المناسبة أود أن أتقدم إلى قيادتنا الرشيدة، خاصة جلالة الملك وشعبنا العظيم، بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يعيدها على هذا البلد بالخير والأمان. أن ميثاق العمل الوطني هو وثيقة تاريخية مهمة حققت نقلة نوعية وجذرية في العمل في البحرين، بحيث من خلالها استطاع الشعب البحريني الوفي أن يحقق الكثير من الإنجازات في هذه السنين الطويلة، وأن ينعكس ذلك على معيشة الناس وعلى الأداء الحكومي بشكل عام.